لحظة يا سلامة، خليني أخبرك عن التان قبل ما تدخلين. هي؟ اللي أقصده بالتان هني تسمير الجلد، سواء بالجلوس تحت أشعة الشمس لمدة طويلة، ولتها لما يكون هذا التسمير من أجهزة السولاريوم اللي قامت تنتشر في منطقتنا. أول شيء لازم تعرفونه أن هناك في تحذيرات كثيرة من منظمة الصحة العالمية من خطورة التان، خاصة من أجهزة التسمير. المصيبة الكبرى أن هذه الأشعة تزيد خطر الإصابة بثلاث أنواع من السرطانات الجلدية، خاصة في اللي بشراتهم فاتحة. فخطر الإصابة بسرطان الميلانوما يرتفع إلى 75% إذا تم التعرض لهذه الأشعة الضارة قبل عمر 35 سنة. في دراسة من مايو كلينك شافت أن هذا السرطان زاد بنسبة 80% عند البنات اللي يسوون هذا التان و 400% عند الشباب. كذلك ثبت علمياً أن الأشعة من أجهزة التسمير تسرع من شيخوخة الجلد، لأن التان يدمر بروتين الجلد ويكسره، ويزيد كذلك من جفافه ويخليه خشن نفس جلد التمساح. والتصبغات تبين على البشرة، فيستوي لون بشرتك غير متوحد، فاتح وداكن ونص ونص. التان أسرع طريقة للإصابة بسرطان الجلد، الأفضل نبتعد عنه. عساكم دوم بصحة وسعادة.